أهلا بكم. النهاردة حلقة مهمة جدا جدا. عنوان الحلقة النهاردة عنوان إحنا كأطباء ما بنحبوش، غير مفسر السبب، unknown etiology لشيء. فإحنا لما نيجي نتكلم عن حاجة اسمها unknown ده، دي بتثير طبعا الكثير جدا من الهمم وتشحذ الرغبة في التفسير في التوضيح. طب إيه هو غير المفهوم أو غير المعروف؟ تأخر الإنجاب. تأخر الإنجاب غير مفسر السبب، ده عنوان كبير جدا في كل المقالات الموجودة دلوقتي، في كل الجورنالز، في كل المجلات العلمية على مستوى العالم. بس نقف قدام كلمة غير مفسر السبب. هل هو غير مفسر السبب لأن احنا ما اكتشفناش وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولا لأنه في عوامل كتيرة بدأت تظهر؟ يعني مثلا هناك حوار الآن كبير جدا أو مهم جدا حوالين علاقة الأسنان وصحتها والقدرة الإنجابية عند الرجل والمرأة. وجدوا أنه النزيف اللثة المستمر والمزمن والتهابات اللثة، وجود بكتيريا في الفم، ممكن جدا تقلل من فرص زراعة الجنين، لأنها بتعمل حالة من الالتهاب تنتقل للجهاز التناسلي وتعمل وتقلل فرص الحمل. الرجالة اللي مرتبطين بالكمبيوتر وبيقعدوا ساعات طويلة حاطين اللابتوب على رجليهم، ثبت إن في علاقة وثيقة بين تأثير اللابتوب والأشعة اللي طالعة منه والحيويات المنوية. الأمراض النفسية والحالة النفسية والاكتئاب المزمن وجدوا إنه له علاقة وثيقة جدا بالحمل. الإضاءة، تخيلوا الإضاءة كمان ليها دور. الإضاءة القوية وأنواع معين من الإضاءات بتلعب دور سلبي كبير جدا في وعملوا بقى الباحثين عملوا بحث كبير جدا وقالوا إن تعرض السيدات لأي شكل من الإضاءة اللي فيه أضواء وأجهزة تابلت وإضاءات منزلية قد يتسبب في اضطراب البيولوجي وإضعاف الخصوبة الخاص بالسيدات. إذن هناك أسباب خفية كتير. الدهون المشبعة مؤشر قدرة الجسم اللي بيحصل له مشاكل سواء بزيادة أو نقصان. اللحوم المصنعة تلعب دور. فكلمة غير مفسر السبب دي كلمة إحنا بنقولها أو الأوساط العلمية قايلاها تواضعا، لكن على فكرة كل ده ممكن يندرج تحت هذا المسمى المخيف. النهاردة حلقة مهمة جدا، وزي ما قلت لكم عنوانها يثير الرغبة في الفهم الأكثر والاستيعاب والحوار الجدلي العلمي المهم جدا ولا المناطق دي. عشان كده هنستمتع بحوار من طراز خاص مع ضيف من طراز خاص، اسمه متميز للغاية في هذا العالم، وأكيد بيمتعني بشكل كبير جدا وشرف لينا أكيد يعني إن هو قبل دعوتنا. طبعا الاسم المتميز للغاية صاحب التاريخ الطويل في مجالات التأخر الإنجاب والتعامل معها، ضيف العزيز الأستاذ الدكتور محمد بؤبل. أهلا بك يا دكتور محمد. أهلا بكم، منورني وشرف كبير لنا هذه أهلاً. الزيارة. عندما أقول لك العنوان، تعليقك الأول على العنوان تأخر الإنجاب غير مفسر السبب أو مجهول السبب؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Unexplained infertility، أنا مش قادر أفسر للزوجين أنتوا عندكوا إيه؟ يا عم انت الزوج سليم والزوجة سليمة وكل الفحوصات ما وصل إليها العلم لم يبدي سبب. فهو ده الـ unexplained، مجهول الأسباب. ليه مجهول الأسباب؟ لأن الإنسان مهما كان لغاية يوم القيامة هيفضل عنده جهل، مش هيعلم كل شيء. دي جزئية. الجزء اللي احنا فيه، احنا في النهاردة سبعة، اليوم النهاردة بعد يوم هيظهر حاجة جديدة، ربنا يكشف للبشر حاجة جديدة. بعد 100 سنة هيظهر حاجة ما كانش ظهرت قبلها ب 99 سنة. فكل يوم لابد يبقى فيه عطاء جديد من ربك في العلم للبشرية إلا أن تقوم الساعة. وفي الآخر نقول وفوق كل ذي علم علي. هنقف قدام كلمة مهمة، إمتى الزوجين يتحركوا ويروحوا يدوروا بعد جوازهم؟ الكلام بتاع زمان ده ما عادش ينفع بقى، نستنى سنه والكلام اللي كنا احنا اتعلمنا عليه يعني بكريوس والمصدر
كان امتى انفيرتيليتي انك تقعد سنه معاشره زوجيه مستمره والكلام ده كله، ما يحصلش حمل، ما حصلش حمل تروح تدور. كلامنا مش صح. احنا قلنا ان بنبدا ندور على ابن هينجب او بنت مش هتنجب وفي بطن امه، بنشوف ده ايه ظروفه. يعني دلوقتي دكتور ايمن احنا بنعمل البي جي دي اللي هو تحليل الجينات ما قبل زرع الجنين. الجنين ده بيطلع عندي نسبه كبيره قوي اكس اكس واي اللي هو كلاين فلتر، او اكس زيرو بنت ما تنجبش خالص. فمن الاول بقول لا مش هزرع ديت علشان انا ما انجبش بنت ولا ولد ما ينجبوش. طيب خلاص انا ما عملتش وما فيش عندي مشكله وانجبت ولد او بنت، لابد بفحصه. الدكتور بيفحص. يعني انا متعود لما بولد سيده بشوف ابنها وبنتها ده فيهم مشاكل ولا لا، واشوف الولد خصيه نزلت ولا ما نزلتش، هل هو ولد ولا بنت ولا ميكشر منهم الامبيجوس جينيتاليا. طيب خلاص احنا ما خدناش بالنا وكده. على فكره جاني ولد ابن دكتور وما نزلتش خصيه وابوه ما كانش يعرف. شوف وصل لغايه فين. بعد كده هوت البلوغ، فتره البلوغ لابد تشوف ان ابن بلغ بالصوره الطبيعيه عند 8 سنين 9 سنين بدات علامات البلوغ تظهر ولا لا. البنت اشوف علامات البلوغ عندها 8 9 سنين انهض بدر يا دكتور ايمن قبل ما الحكايه تبقى ديتيريوريتد ونو تريتمنت. بالذات الخصيه المعلقه، خصيه معلقه دي تتعالج قوي، لكن عدت 9 سنين غالبا الطفل ده ما عادش هيخلف ابدا، هتدمر خلايا الام كلها. طيب خلاص نيونا نجوز ابننا بقى او في عريس جاي للبنت، لابد العز يحلل، لابد يحلل. يبقى هي البنت متجوزاه هينجب ولا مش هينجب؟ هينجب هي حره، مش هينجب هي حره، تبقى عارفه. ما تجيش تقول له والله ده تحصل المشاكل اللي بنشوفها. هنا في مشكله اجتماعيه بتواجهنا يا دكتور، ان يجيني شاب يعمل فحوصات ما قبل الزواج وهو ابن الوحيد لابوه، وانا اكتشف ان عمره ما هينجب. طب نعمل ايه؟ اقول لابوه ولا ما اقولوش؟ وابلغه ولا ما ابلغوش؟ طب ببلغه، انا لابد ابلغه، لابد ابلغه. طب لما يتجوز يجي يتقدم لواحده يقول لها انا مش هخلف ولا ما يقولش؟ انا عشان الصدق اقول لك اه يقول له، بس لا تراجعت في الاخر، لانه بيلف على الناس كلها ومحدش بيرضى يجوزه. دخلت مشاكل اجتماعيه تانية مع علينا. خلينا ان احنا اي واحد يتقدم لاي بنت لابد يحلل سائل والبنت تكشف ونبقى عارفين ايه البروجنوزس بتاعنا. خلاص ما حدش عمله كده وضحك عليها وايه واتجوزها وخلاص. اول ما يفتكر على طول قبل ما يجي للدكتور موبل او الدكتور ايمن او اي حد، لابد تاخد معاك تحليل. يعني انت اتنين بينجبهم ده 50% وده 50%، ازاي جايب لي الست تكشف عليها وبتتهمها وتطلع سليمه او مشكله؟ يعني افرض الست ديت سليمه اقول لها خلاص انتوا هتخلفهم ولا اشوف هو كمان هيخلف ولا مش هيخلف؟ طيب الست ديت الخصوبه بتاعتها ضعيفه شويه وخصوبته ضعيفه شويه، يبقى الاول اخد قرار. طب الست ديت الخصوبه بتاعتها ضعيفه، الراجل ده قوي يعوضها، وهكذا. لابد اوازن الاثنين. فما يجينيش معظم اللي بيجيني بيجيني الست تكشف الاول فين جوزك، لا ده جوزك جوزي سليم. ايه يا ست اعرفك سليم؟ هو بقول انا سليم. سليم ازاي؟ اي دكتور في الدنيا ما عرفش انه سليم الا بالتحليل، فما بالك انت عرفتها ازاي؟ لابد الزوج يحلل يا دكتور ايمن قبل ما الزوجه تروح تكشف عند الدكتور. هل استنى سنه فعلا؟ امتى استنى سنه؟ استنى سنه لما يكون عمر السيده معقول، يعني مثلا اقل من 30 سنه والزوج تحليله سليم وهي كويسه. خلاص غالبا اكتر من 80% 85 هيحصل لهم حمل في خلال السنه، حصل الشهر ده الشهر الجاي طالما هم ايه سلام. طيب جه وقت يتجوز والتقى تحليله ضعيف، يروح يتجوز يبدا علاج من اول من قبل ما يتجوز، يبدا اقول له والله ما تدخنش، خس شويه، عالج السكر اللي عندك، اعمل رياضه شويه، خد بالك من الاكل، خد بالك انت شغال في ايه، في بنتك دهانات غير، او خد اللي هو الامن الصناعي، تعليمات الامن الصناعي. ابدا من بدري، ما استناش لما يبقى يعدي سنه واقول له بقى انت عندك اوليجواسينو سبيرما يلا نعالجك. لو انا بدات حواري معاك بسؤال، يعني هو السؤال ده
ولا بفكر فيه يبدو غير منطقي لما أقول ما هي أسباب العقم غير مفسر السبب. يعني ومع ذلك كل الناس طبعا في أسباب تخمينية أيوة. أسباب تخمينية بالخبرة وكده. أنا جاني رجل من الأقصر مشهور، أنا زعتها كذا مرة. الرجل ده تزوج زوجته الأولى لم ينجب منها، حل تحاليل المعامل اللي عنده في الأقصر كلها سليمة. تزوج التانية متزوجة ولم ينجب منها، معها بنت معها ولد من الزوج الأول ولم ينجب منها. تزوج التالتة معها بنت أو ولد برضو ولم ينجب منها. يبقى من تحليل كله سليمة. ايه المشكلة يا دكتور ايمن؟ قلت له انت اللي فيك المشكلة. طب ازاي؟ ازاي يا دكتور؟ ده انا لفيت الدنيا كلها واول واحد يقول لي الكلام ده. ان الحيوان المنوي ربما في بعض المشاكل، انزيمات، هياليورينيز، حاجات احنا مش قادرين نكتشفها او الطب يكتشفها، مش قادر يخترق البعض او يخصبها. وبالتالي قلت له انت لابد تعمل لهم حقن مجاري. ازاي ومش ازاي؟ المهم في النهاية وافق الثلاثة. قالوا احنا هنختار اثنين عشان قصة حلوة قوي. اختاروا الاولى علشان دي المظلومة وكل يعني صعبانين عليهم، والوسطاني قالت بلاش انا خلي الثالثة تعمل عشان انا اخدمه. قصة حلوة قوي يعني. المهم فينا عملت له الاولى جابت ولد والثالثة جابت ولد وبنت. خلاص يبقى المشكلة فين؟ في الراجل اهو. ما اتحلت مشكله بالحقن المجاري. جه قال خلاص انا راجل على قدي، بلاش الست الوسطانيه دي تمشي حقيقه. فكلمتني طبعا بيت حزين عشانها جدا. هي المفروض كانت رقم اتنين تعمل، هي لا اتبرعت علشان تشيلهم. لما شالتهم بدات تخبي عنها الولد، تخبي عنها البنت. انت عارف المشاكل الزوجات بقى استندلوا معاها حقيقه. قال لك انا استغنى عنها، انا هيصرف على ده استندي الاول. فكلمته تعالى يا فلانه اعمل لك الحقن المجاري على حسابي، انت بس عليك تدينا السائل المنوي يا سيدي. حصل حامل ماشي، ما حصلش بقى عملت لها جابت ولد وبنت. فجأة بقى مع خمس اولاد ما شاء الله. مشهورة أو القصة دي يستاهل كل خير، يعرف الأقصر كلها. أنا رحت بالنسبة دي، أنا رحت الأقصر يعني في أجمل منطقة في مصر على الإطلاق. الأقصر طبعا يعني للصعيد الكورنيش الكورنيش لا هو الأقصر في حاجه غير عاديه. الكورنيش أسوان للاسف يعني دلوقتي احلى. انا ما رحتش بقى لمده لان انت عارف ان انا عاشق للاثار المصريه. ما انا كنت هناك عاشق الأقصر. انا انا عارف ده اولادك كلهم باسماء اسماء فرعنه. فانا رحت، الدوله عامله حاجه كويسه جدا، جددوا الكورنيش في زمن قياسي بقى حاجه من اجمل المناطق واجمل الحته. ودير البحر سمعت ان هم وضبوه اكتر، وطريق الكباش بيتعمل دلوقتي كله حاجه عظيمه جدا. مش بتوش من زمان حاجه. لا في جهد، في جهد هناك. حضرت اوبر عايده. لا حاجه. هو بس مادام انت جبت سيره الفراعنه، اول ناس عملوا علاج للعقم والتلقيح الصناعي على فكره هم الفراعنه. ومش انا اللي بقول ده عشان الفراعنه اجدادي او انا مصري، اللي قالوا لنا الحاجات ديت الاجانب اللي هم بتوع علم المصريات. عايز اروح بقى للفحوصات، لانه كتير من الاسر المصريه ما بتبقاش فاهمه الاسره اللي الزوجين هيعملوا ايه. احنا قلنا ان اول حاجه تحليل الزوج، سواء سليم او ضعيف لابد اشوف الزوجه. اعمل لهم فحوصات هما الاثنين، سواء في مشكله او ما فيش. لابد الهرمونات تتعمل، الكشف العام على الجسم، السكر، الضغط، الغده الدرقيه، كل الاشياء العامه ديت لابد ان انا اشوفها في الزوجين. طيب الزوج لقيته كويس، تحاليله كويسه، ما فيهوش سكر، ما فيهوش ضغط، ما فيهوش ضعف جنسي، ما فيهوش سليم، يبقى انت انا مستريح من الجنب ده. الست بنبدا نشوف الهرمونات بتاعتها، بنشوف التبويض كويس، ما فيش سمنه، ما فيش ضغط، ما فيش سكر، الحاجات ديت اللي ممكن تبقى سبب. وزي ما انت بتقول دلوقتي هناك بعض الاسباب اللي انت قلتها كلها، المايكرويف ولا موجات الكهرومغناطيسيه اللي بتخبط فينا في دماغنا ليل ونهار، واللابتوب
واللابتوب والموبايل والموبايل الحاجات دي كلها بتخبط في الغده الدرقيه وفي الغده النخاميه وفي سيريبرم والحاجات دي كلها هي مش سبب رئيسي يا دكتور أي. هي عامل يعني مثلا ايه لو انت عربيه مش اتخبطت واحد قوي في تو مش هتعمل في حاجه انما لو واحد زق واحد عنده مرض بالقلب وماشي هيموت هكذا لما يكون ست عندها الخصوبه قليله وزوج عنده الخصوبه قليله الحاجات دي خلاص توقف الحمل عليه فلابد ان احنا نستثني الاشياء دي كلها ما لقيتش سبب كلينيكال لابد اعمل الست ما يسمى حاجتين المنظار علشان اشوف فين الداخل في ايه هل في عيوب خلقيه هل في الاهداب الانبومه مفتوحه وكل حاجه لكن الاهداب حصل فيها التهابات ومتاكله ده سبب هل في بطانه رحم مش ظاهره لسه ما عملتش اي سيمتوم خالص عالجها وقت ساعتها اي مشاكل الحاجه الثانيه اللي ممكن ما تظهرش الاميونولوجيك فاكتور الشكل المناعي بقى المناعي بقى الست قد تنتج اجسام مضاده تقتل حيوان منوي او قد تنتج اجسام مضاده تدمر البويضه او قد تنتج اجسام مضاده تهاجم الجنين كل ده لابد اعمله ده اسباب تخليني اعالج لو اكتشفتها اعالجها عرفت السبب بطل العجب انا عرفت انا السبب اعالجك هقول لك والله اعمل كذا عاجبك عاجبك مش عاجبك انت لكن انت مش عارف عدوك فين مش عارف مرضك فين عايز انتقل بقى طب خلاص احنا دلوقتي عندنا حاله بهذا التوصيف لفت ودارت هنبدا ازاي بروتوكولات العلاج معها هو طالما انا ما لقيتش مشكله في الزوجين وسن الزوجه معقول بستنى فعلا سنه ما جابتش نتيجه بدي منشطات وحدد معاد العلاقه الزوجيه واديهم بعض النصايح ازاي يعملوا العلاقه وبعض الحاجات المساعده 4 شهور طيب انا ما بحبش ادي منشطات اكتر من 4 شهور لان طريق ما بيجيبش نتيجه خلاص حاجه تانية بتؤثر على التبويض عند الست حاجه الثالثه بتضيع وقتهم وفلوسهم في الهواء انت هي المشكله مش عندها في التبويض كان احنا بدي عامل مساعد ما جابتش نتيجه في ال4 شهور بعمل تلقيح صناعي 3 دورات ورا بعض حصل حمل خير وبركه ما حصلش بتجي للحل اللي هو الكوبري بقى اللي احنا بنزح من عليه اللي هو اطفال انابيب او الحقن المجاري والحقن المجاري افضل من اطفال انابيب لان زي ما قلنا ان ربما يكون في مشكله في الحيوان اللي مش قادر يخترق البويضه ان في اطفال انابيب بجيب الحيوان المنوي واسكبه على البويضه احطه معاه في انكيوبيتور عليه انه يخترق فاذا كان عنده مشكله مش هيخترق وبالتالي تديني نسبه اخصاب قليله وهكذا فبنعمل الحقن المجاري افضل الحقن المجاري بالنسبه لهذه الحالات ممكن يعني في حالات بنلاحظ حاجه غريبه اول مره ما ينجحش تاني مره ما ينجحش ثالث مره ينجح هو ايه اللي بيحصل ايه الاختلاف في المفيد مش عارف يا دكتور عيني بتحصل معنا كتير لكن عايز اقول نقطتين حقيقه هو بس قبل ما نخش في علاج العقم غير معلوم الاسباب او مجهول الاسباب ان نسبه 15-20% من الستات ديت بيحصل حمل اوتوماتيك من غير ما تروح للدكتور 15 من الناس الان اكسبلينت انفيرتيلتي تيجي كده للدكتور تقول لك والله انا طوط من الدكاتره وتعبت ومعنديش راحه تيجي في خلال سنه 15 واحده من كل 100 منهم حصل لها حمل حقيقه كمان بيحصل معايا قوي كتير قوي ان الست بقى لها 10 سنين ما انجبتش اطلاقا وابدا معاها بما يعرف اللونج بروتوكول اداها الحقن اللي بتثبط الغده النخاميه تيجي استنى الست تجي لها الدوره انا بنبدا معاها في اليوم ال21 وبتيجي الدوره بعد اسبوع بعد حاجه زي كده ما تجيلهاش الدوره تيجي بعد اسبوعين يا دكتور انت اديتني حقن والحقن دي وقفت الدوره مش متعوده على كده اكشف على التها حامل نسبه كبيره من عند ربنا فديت ده اللي موجود في الريسيرشز موجود في الابحاث ان 15% منهم بيحملوا بيحمل سبونتينيوس لوحده سبونتينيوس الباقي بقى يعني هنعمل معاهم ايه يعني خلاص خلاص هي ما حصلش حمل بالطريقه الطبيعيه بالصبر ما حصلش حمل بالتلقيح الصناعي ما حصلش حمل لابد اعمل بريتش على طول على الاخصاب المجاري وليس اطفال الانابيب لان هي الحقن المجاري نفسه الحقن المجاري لان في مشاكل كتيره انا مش عارفها متوقع احتمال تكون سبب اما بعمل اخصاب المجاري ببعد عن جهاز المناعه شويه ببعد عن مشاكل الحيوان المنوي شويتين
في البي جي دي بقى والبي جي اس ما خلاص احنا عملنا الحال المجهري، ايه قيمتهم في هذه الاحوال؟ في نسبه من الازواج بس مش لابد يكون قرايب، جزء من القرايب وجزء تاني مش لابد يكون قرايب، ان الزوج عنده مشكله في الجينات، مش كاريو تايبنج يا دكتور، يعني مش في 48 كروموزوم، لا في الجينات نفسها بتنتقل من الاب او من الام، عشان دايما يقول لك اصل مشكله في حمل المنع او مشكله في البيض، ما نعرفش الا لما نحلل المشكلة. طب ممكن يكون الاب والام سلام، لكن احيانا وقت السبرماتوجينيز التصنيعي الحيوي المنع او الاوفوجينيز التصنيعي البويضه، جزء من كروموزوم يروح مع كروموزوم تاني، يبقى ده في جزء زياده وده في جزء ناقص، ده او ده كروموزومي ده او ده بيدينا طفل غير سليم، جزء كبير منه اكتر من 80% بيحصل لهم اجهاض في الثلاث شهور الاولين من الحمل، عشان كده لابد نفرح. يعني الناس بتزعل قوي من الاجهاض، لا الاجهاض ده نعمه من عند ربنا، لان لو الناس دي كلها حملت تلتين البشريه او اكتر شويه يبقى مشوه. معظم الاجهاض في الثلاث شهور بيبقى نتيجه شوهات في الجينات او في الكروموزومات في الجنين، وبالتالي احنا بنتجه في بعض الحالات ديت ما يكون فشل معايا الاخصاب المجهري مره، او هم قرايب، او عملت اخصاب مجهري وحصل اجهاض ما كملتش معايا، فبنعمل البي جي دي اللي هو تحليل الوراثي. الوراثي الوراثي ده اكتر من نوع، في مرض وراثي موجود عندهم ببعته ادور عليه، اقول لهم الجين الفلاني لو سمحت يا دكتور الوراثه اعمل لي الجين ده علشان ادور عليه، يعني مثلا زي الدوشين عنده شيء زي الهيموبثي الهيموفيليا الهيموفيليا الهيموليتيك انيميا الثلاسيميا الثلاسيميا البحر الابيض المتوسط ديت اجتني حاله غريبه شويه، نقص السيرفيكتنت بتاع اللانج. شوف بقى هي خلفت اتنين وطفلين كونجنتال كونجنتال ريسبيراتوري ديستريس سندروم، دي هي ده ربما ده يسبب ده هو نقص في السيرفكتنت. السيرفكتنت ده مهم عشان الحويصله الهوائيه يحصل لها اتساع انت عارف الحقن دي غالي قوي بتاع السيرفكتنت غالي جدا، جابوا للولدين وتبهدلوا من كل حاجه، وجاتني الست ديت فبعت للوراثه هنا قال لي لابد نعمل لها جين ونبعتها بره مكلف قوي للاسف، ست كلفتها حوالي 150,000 تحاليل دي بس عشان تتبعت بره وكده، وعلشان طبيب قال لي لابد تجيب لي 15 جنين، فاضطريت اعمل اول مره ادتني جزء من لجنه 7-8 حاجه زي كده، وتاني مره ادتني حوالي 9 بعتنا منهم 15 جنين يتفحصهم علشان الجين ده بس ما جانيش غير طفل واحد بس اللي مفروش اللي طلع سليم. والله يا دكتور ايمن حقيقه رجعنا بالبلد كده، انا بقيت حزين واقول ايه اللي وقعك في المريضه دي، يا ريت ما جات لك، ليه ما جات لك ست بائسه مرتين اجهاض والزوج اتبهدل معها ماديا، وانا بس تحليل بس 150,000 ده مش العمليه كلها، فتيجي تقول له ما فيش جنين او تزرع جنين واحد وما تنجحش، انا كنت حامل لما اقول يا رب ما يعني عرفت ما كنت دكتور حقيقه. والله يا دكتور والله ربنا اكرمني وهي حامل دلوقتي في الشهر السابع، وان شاء الله تكمل يا رب وتنجب طفل سليم الرئه بتاعته بدل ما كانت تخلف 20 مره وكل ما تخلف عيل يموت. فالبي جي دي مهمه. او النوع الثاني مش سنجل بقى كارو تايبنج بس زي الداون سندروم زي 11 و13 والترانس لوكيشن والديليشنز، انت فاهم الحاجات دي عيوب كروموزوميه كتير في الاكثر من كده شويه اللي هو نيكست جينيريشن سيكونس، اللي هو بعمل تقريبا 5000 جزء من الكروموزومات ديت، بتستثنى امراض كتيره جدا، ومعظم السيدات اللي انا بعمل لهم كده سواء كان فشلت او حصل اجهاض كتير بتحمل وبتكمل العمليه. تقييم حضرتك ايه للفريزنج التجميد؟ نعمه من نعم ربنا التجميد، اي نوع من الانواع احنا تجميد البويضات وتجميد الاجنه التجميد عموما عشان بس ده موضوع مهم للساده المشاهدين. اكبر مشكله عندي ان الناس اللي بيجي لها امراض كانسر بالذات اللوكيميا والهوتشكين بتيجي للاطفال في سن 10 وال15 وال20،
لو سمحتم قبل ما تروح تاخد علاج كيماوي، لو سمحت روح لمركز اطفال انابيب. بنعمل حاجتين، يا الطفل ده ما لسه ما بلغش ما اقدرش اخد منه سبيرم حيوان منوي، باخد جزء من خصيه ومجاميته، يا اما هو يقدر يجيب سائل منوي فبجيبه منه سواء بايجاكيوليت او بسحب منه بابره او حتى ايفن بفتح الخصيه واجمد الكافيين اعمل به مثلا 10 مرات اخصاب مجاري ويروح بقى يعمل العلاج الكيماوي، لان اكتر من 99% من الشباب ده اللي بياخد علاج كيماوي ما عادش هيخلف خالص بعد كده، بتدمر الخلايا الام. هكذا البنت اللي لسه ما اتجوزتش وحصل لها هوجكن لوكيميا اي مشاكل زي كده وهتاخد علاج كيماوي واشعاع، حتى لابد ان احنا لو ما كانتش بلغت ناخد جزء من المبيض ونجمده، كانت بلغت ناخد منها بويضات، وما حدش يقول لي بقى اغشاء البكاره والكلام ده، انا المستقبل بتاعها الانجابي اقوى ألف مره من ان انا يقولوا لها انت فين غشاء البكاره، انا بدي شهاده لان ده عامل لي مشاكل. يا جماعه اقعد اقول له لو سمحت جمد بويضات، ازاي يا دكتور؟ اقول له عن طريق المهبل. طيب ما انا هديك شهاده ان انا شلت شهادة. لا يا عم. وبعدين تطلع البنت، تيجي بقى البنت تتجوز بعد كده كانت المشكله كلها في المرض الخبيث، المشكله بقى دلوقتي البنت ما بتنجبش، تقعد بقى نندم حظنا وكده مع ان كانت الموضوع بسيط قوي. احسن طريقه بقى للتجميد ان انا اجمد الحيوان المنوي، الحيوان المنوي ده والبويضه، لكن الاحسن ان انا اجمد جنين، لان الجنين بيتحمل اللي هو الناتج من اخصاب الحيوان المنوي للبويضه. مين الاثنين؟ جنين ده بيتحمل، ممكن يقعد لغايه 30 سنه لما يكون انت في ظروف كويسه، فلو حصل له بقى علاج كيماوي، حصل له حاجه او ست حصل لها مشكله شلنا لها المبيض، الظروف المبيض يدمر الظروف، بلغت 60 سنة وعايزة تخلف وده مش هيحصل كتير، نقدر نديها الجنين بتاعها ونزرعه وتنجب. حتى لو الزوج أحيانا بيبقى فيه زوج دخل السجن، زوج اتخطف بره ولا حاجة، بتحصل حاجات كتير قوي تخلي الزوج يبقى غايب عن زوجته وما يطلعش إلا بعد ما الزوجة بقت 40 سنة. لا أنا ما زرع لهم، يسيب لي حيوان منوي وبويضة وأعمله وأجمد أجنة في وقت وجود العقد الزواج، انا بضمن لهم باذن الله الانجاب حتى لو وصل سنها 60 سنه. 60 صعبه. طيب ما في 76 سنه قريب. في الهند، في الهند التوأم. بس هي بس عشان لان ده اسلاميه بنمنعها، جابت بويضه من واحده ثانيه. نعم. اسعدتني كالعاده بحوارك الممتع والتنوع اللي فيه، لكن تبقى قضيه التاخر الانجاب غير مفصل لسبب، قضيه مهمه جدا طرح نفسها بقوه، وكل يوم زي ما احنا قلنا في نقطه مهمه قوي، عوامل كثيره بتلعب دور مهم في انها توصلني لفكره غير مفصل السبب دي. حطه في العوامل، حطه كويس جدا في العوامل، التعرض الانسان لموجات كهرومغناطيسيه، ما تنامش وانت محاط باجهزه بتطلع اشعاعات، موبايل مشحون، لابتوب مشحون، تلفزيون شغال، تلفزيون بيطلع أشعة، قريب منك مايكروويف، كل ده في البتاع اللي بيطلع الواي فاي، حاجات كتيرة ممكن الواحد ينام في وسطيها أكيد هتضره. كمان مهم جدا عدم التقليل للعامل النفسي، عامل النفسي شيء مهم جدا أكتر مما تخيلوا، لأن العامل النفسي بيأثر على الهايبوثالاموس بشكل مباشر اللي هو المهيد، وبالتالي المهيد بيأثر على الغدة النخامية اللي هي المايسترو بتاع الليلة دي كلها، بتتأثر جدا بالاكتئاب، بالعامل النفسي، بالصدمات، بالمعاملة السيئة. فعامل زوجتك كويس عشان الغدة النخامية بتاعت الست والراجل حساسين، وانت كمان لازم تعاملي جوزك كويس طبعا. ده والحما تحمل مرات ابنها كويس، ده اهم طبعا، ده الامور انتشارا جدا. انا هنعمل حلقه على الحكايه دي. طيب العزيز الاستاذ الدكتور محمد مقبل كان في الناس الحلوه، نورتنا يا دكتور. شكرا، خليكم دايما مع الناس الحلوه.